عندنا تفاصيل كتير في حلقتنا النهاردة، تعالوا نبدأها ونتعرف على العناوين. عشر لاعبين في قائمة منتخب اليد في بطولة العالم على الكراسي المتحركة. منتخب شباب اليد جاهز لمواجهة تونس في نهائي بطولة إفريقيا غدا. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا لجمباز الأيروبيك. مصر تفوز بلقب بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عام. تشيلي تفوز على سلوفاكيا في كأس ديفيز للتنس. كارينو يمنح أسبانيا التقدم على أستراليا في كأس ديفيز للتنس.